السلام عليكم. تصاعدت قضية الطلاب المعتصمين في سفارة بلادنا بباكستان إلى الدرجة التي أصبحت فيها قضية رأي عام بعد أن تم احتجاز الطلاب من قبل الشرطة الباكستانية التي ألقت القبض عليهم وأودعتهم في المحتجز بتوجيهات السفير كما أكد الطلاب قبل أن يتم إطلاق سراحهم. اعتصامات الطلاب التي شملت معظم البلدان التي يتواجد فيها طلاب يمنيون للمطالبة بالمستحقات التي صرفت لبعض الطلاب ولبعض الدول، إذ تم استثناء العديد من الطلبة بينهم طلبة الدراسات العليا والمبتعثون من الجهات والمؤسسات. التعسف الذي يتعرض له الطلبة في السفارات يبدو أنه يأتي في إطار توجيهات الخارجية التي بعثت أكثر من مذكرة تشدد فيها على منع أي اعتصامات للطلبة داخل السفارات، وتم إغلاق العديد من السفارات في وجوه الطلبة على إثر ذلك. لكن أبدى العديد من السفراء موقفا متفهما إزاء التعامل مع الطلبة المطالبين بمستحقاتهم، إذ حاول البعض منهم تسوية الوضع بالتنسيق مع سلطة الدولة التي يدرس فيها الطلاب كما حصل في ألمانيا. إلى هذه اللحظة لا يزال ملف مستحقات الطلاب ملفا مفتوحا وموجعا، ويعاني الكثير من الطلبة آثارا سلبية إزاء تأخر المستحقات، من بينها الحرمان من دخول الجامعات. حول وضع الطلبة اليمنيين في الخارج بين انقطاع المنح وتعسفات السفارات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لنا عبر السكايب من باكستان عضو اتحاد الطلبة هناك معاذ الصوفي. أهلا بك معاذ. أهلا وسهلا. كما نرحب ببقية الطلبة الذين سينضمون لنا من عدد من الدول. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد أن نتابع بمعيتكم هذا التقرير. من بين أكثر من تظاهرات احتجاج طلابية على تأخر صرف المستحقات، ألقى التصرف العنيف لسفارة اليمن في باكستان مع 17 من طلاب الدراسة العليا الضوء على أحد الجوانب المؤلمة للأزمة اليمنية العاصفة. لم يجد هؤلاء الطلاب سوى سفارة بلادهم للاحتجاج على أوضاع لم تعد تحتمل بالنسبة لهم، كما هي بالنسبة للمئات من المبتعثين اليمنيين للدراسة في الخارج. لكن ضيق صدر السفير لم يحتمل احتجاجا من طلاب قطعوا نصف المرحلة ليصبحوا أساتذة جامعيين، فاستدعى الشرطة لتتولى التعامل معهم وتلقي بهم في السجن بحسب المعلومات التي ترد من العاصمة الباكستانية. لقي سلوك السفارة تجاه الدارسين انتقادات واسعة من اليمنيين، واستدعت بالقدر نفسه ردة فعل رسمية. فبحسب النسخة الحكومية من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي تقريرا عاجلا عن حقيقة ما جرى، فيما ذهب رئيس الحكومة إلى مطالبة اللجنة الوزارية بوضع معالجات سريعة لمشكلة تأخر مستحقات المبتعثين بشكل كلي. توجيهات من شأنها أن تنعش الآمال لدى المئات من المبتعثين اليمنيين في الخارج الذين يبحثون عن مخرج لائق لأزمتهم المعيشية التي تجاوزت حد احتمالهم. تضيف التصرفات السيئة التي أقدمت عليها السفارة اليمنية في إسلام آباد مشقة جديدة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها طلاب الدراسة العليا 17 وتسد أمامهم الأفق، إذ لا شيء أسوأ من فقدان الأمل ليس من الحصول على المستحقات القانونية بل على المعاملة اللائقة التي حرم منها المواطن اليمني طيلة العقود الماضية، سواء كان في داخل بلده أو في خارجه. في مختلف الدول من ضمنها أمريكا وقد حاول. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي معاذ الصوفي عضو اتحاد الطلبة في باكستان ينضم لنا عبر السكايب من لاهور. مساء الخير معاذ، أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين لقناة بلقيس الفضائية. معاذ، إذا ما بدأنا بالحديث حول ما هي تفاصيل ما جرى في السفارة اليمنية في باكستان، ما جرى لكم بشكل عام، حدثنا أكثر عن الواقع. جميل، أنا أردت أن أتحدث عن هذا الموضوع بعد كل هذا اللغط والذي حصل حول القضية، وكل طرف راح يأخذ القضية من الجانب الذي يريد. بعد أن أشكر كل من تضامن ومن لا يزال حتى هذه اللحظة يتضامن مع الطلاب من أجل إقالة السفير اليمن في باكستان. الذي حصل يا عزيزي كما حصل مع جميع الطلاب في كل دول العالم، إنه الطلاب تأخرت مستحقاتهم، فآخر ملاذ لهم في دول الابتعاث هي السفارات، توجهوا إلى السفارات اعتصموا كما حصل في روسيا وألمانيا وماليزيا ومصر. بعد اعتصام مدة معينة
لبت الحكومة طلباتهم وصرفت المستحقات. بقت بقية الدول اللي هي المغرب، باكستان، المجر، تونس، هذه الدول على أساس أنها ستبدأ اعتصامتها هذا الأسبوع. عانى طلاب باكستان مشكلة مالية، إنه مشكلة السفر إلى السفارة، لأنه بعيدة السفارة في العاصمة، يحتاجوا مصاريف كثيرة إلى أن يصلوا إلى هناك. بعد أن أعطوا للسفارة أكثر من مهلة، وبعد ما حاولنا نحل القضية المالية بتكاليف سفرهم، وصلوا إلى السفارة، دخلوا للسفارة، اعتصموا، رفض السفير مقابلتهم، اتصلوا بالسفير: تعال احضر، نريد أن تسمع البيان، نريد أن نتفق. رفض السفير تماما أن يرد أو أن يحضر كما تكلم الملحق الثقافي، ورفض تماما أنه يحضر. فأعطوهم مهلة ساعتين أنهم يدخلوا السفارة ما لم سيتم فض السفارة بالقوة. الطلاب استمروا داخل السفارة، أغلقت السفارة، ممنوع الدخول والخروج. أتى طلاب جدد يدخلون الطعام، الغداء والصبوح إلى الشباب داخل، لكنهم منعوهم. في الساعة الرابعة عصرا أتت القوات مكافحة الإرهاب والتدخل السريع، وأخرجوا الطلاب من السفارة بالقوة إلى الشارع. استمر الطلاب بالاعتصام خارج السفارة يوم كامل في درجة برودة 3 تحت الصفر، في ظروف قاسية، بدون أي تحرك أي ساكن من قبل الحكومة أو من قبل أعضاء السفارة. يعني كنا نتوقع على الأقل، إذا كان السفير يعني عقله راسه يابس كما يقولوا باليمني، على الأقل المستشار الثقافي، القنصل، أي أحد منه بيقول له: عيب، ما يصير هذا، احتضن الطلاب، على الأقل تعال تكلم معهم، تفهم معهم، قل لهم بكلمة بسيطة. لكنه رفض تماما، والقائمين أيضا، الملحق الثقافي وبقية الطاقم، واخذين نفس الموقف. في اليوم الثاني كنا نقول انه خلاص، يعني اليوم الاول بترق قلوبهم وبتحن بعد ان عانى الطلاب يوم قاسي ويوم بارد جدا، في اليوم الثاني سيدخلوهم السفاره، سيسمحوا لهم. لكننا نتفاجأ كما تفاجأ كل ابناء الشعب اليمني بانه استدعى الامن للطلاب وسحببوهم، طلاب دكاتره، ماجستير، مهندسين، نفط، مدني، من كل التخصصات، نخب يعني، يقرقروهم الباكستان العسكر ويسحبوهم، يدخلوا ويسحبوا تلفوناتهم، يمنعوهم من التصوير، ويدخلوهم تحت شروط، يعني يا إما توقعوا يا إما سيكون مصيركم السجن إلى النهاية. هذا كل ما حصل. طبعا في أخبار يعني تداولت مع الحملة، لا أدري من مصدرها وما هو هدفها، إنه كانت تقول إنه في اعتداء على السفارة. لا يوجد أي اعتداء على أي أحد من طاقم السفارة، ونحن مسؤولون والطلاب نتحمل كل هذه المسؤولية. نحن طلاب جامعيين، نعرف كيف نطالب بحقوقنا سلميا. هذه القيمة التي اكتسبناها من ثورة 2011 نحافظ عليها، هي صمام ضمان مستقبل اليمن، ومستعدون للمثول أمام أي لجنة قانونية. أنا سمعت في تقريركم أن عبد الملك المخلافي وزير الخارجية يطالب بتقرير مفصل. من يطالب بتقرير مفصل؟ يطالب من اتهم الطلاب بأنهم اقتحموا السفارة. هم استخدموا هذه، ان الطلاب اقتحموا السفاره، لانهم يعرفوا ان باكستان بلد امني، وان الطالب الذي سيدخل السجن لن يعود. لذلك هم يضغطوا على الطلاب من هذه الناحيه من اجل تكميم افواههم. لكن طيب، لم يحصل اي اعتداء. نحن مستعدين اذا في اي لجنه محاكمه، نحن مستعدين الى الاستماع والى المثول امامها. طيب، وجب التنويه هنا معاذ، ان نحن حاولنا التواصل مع سفير اليمن في باكستان، لكن لم يتجاوب في مسألة الظهور في هذه الحلقة. كنا نريد أن نفهم وجهة نظره بشكل أكبر وبشكل موسع أكثر حتى يتم الرد على بعض النقاط، لكن لم يقبل الظهور. طيب، إذا ما تحدثنا الآن عن المطالب التي جاء بها من أراد أن يعتصم في السفارة، ما كانت هذه المطالب؟ هل جميعها موحدة على مستوى المستحقات؟ لماذا أساساً لا يوجد، يعني هل يوجد نظام مالي معين يتم فيه وفقا له تسليم المستحقات إليكم، أم يجب الحضور إلى مبنى السفارة للتسلم؟ أولا، قصة المستحقات يعني هي كانت، إحنا كان في معانا قبل 4 أشهر اعتصامات، كانت المستحقات الطلاب تصرف من الحكومة، من صنعاء، من الحكومة التي تسيطر عليها الميليشيا في صنعاء. لكنهم بدأوا افتعال مشاكل وتنزيل مجموعات من الطلاب، في كل ربع ينزلوا طلاب أكثر، وافتعلوا مشكلة معينة. بعدها، بعد 8 أشهر من توقف الصرف من حكومة صنعاء،
بدأنا الطلاب باحتجاجات في مجموعة من الدول، بعدها صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة بصرف مستحقات الطلاب، مما يعني أن الآلية ستكون جديدة. طبعا أهداف طلاب باكستان مطالبهم يعني كانت واضحة، وقد حصل أن أرسلنا ممثل من الاتحاد إلى السفير وأعطانا مهلة، أعطانا مهلة تلو مهلة تلو مهلة، ونحن يعني مع هذه الوعود المتكررة من السفير. آخر اجتماع كان مع السفير، احنا أبلغناه أنه إذا لم يصرف خلال هذا الأسبوع فإننا يعني نرجو منكم أن تفتحوا لنا السفارة لنوصل رأينا إلى الجهات المعنية. متى كان هذا الاجتماع معاذ؟ كما زملائنا في بقية الدول. متى كان هذا الاجتماع مع السفير؟ أبلغنا السفير بهذا أننا سنعتصم في مطلع الأسبوع القادم. حضر الطلاب يطالبوا بمستحقاتهم، أنهم فقط نريد صرف مستحقاتنا، لأنه طلاب منزلين من 8 أشهر بلا مستحقات، فوتوا فصول دراسية راحت عليهم، تأخروا دراسيا، دخلوا في مشاكل ديون، دخلوا تورطوا في مشاكل كبيرة جدا كبيرة للغاية، لا يعني حتى السفارة لا تقدر هذا، يعني على الأقل يعني بيسمح لهم، على الأقل بيخلوهم يدخل يا رجل، يعني كان ممكن يقدر يعمل أي حل إنه يتلاطف مع الطلاب، لكن حتى بعد أن التقوا فيه وجه السفير رسالة واضحة، قال لن أسمح لكم بالمطالبة حتى لو تأتي أوامر من عبد الملك المخلافي من رئيس الوزراء، أو تأتي أوامر من رئيس الجمهورية أو من أكبر كبير في اليمن، لا أعترف بأحد ولن أسمح لأحد بالمطالبة، وأنه أوامري إلى الأمن الباكستاني أنه أي طالب يلقوه في أمام السفارة أن يتم اعتصامه وإيداعه السجن. ما هذا طيب. القول؟ دعنا معاذ نفهم الفكرة أكثر من أحد الطلاب أيضا الذين تم احتجازهم. ينضم لنا مشاهدينا الكرام الطالب سياف عامر من إسلام أباد. مساء الخير أخ سياف. مساء النور أخي الكريم. حدثنا كأحد الطلاب الذين تم احتجازهم، كيف تم التعامل معك من قبل أفراد السفارة ومن ضمن أيضا وعن طريق السلطات الباكستانية، كيف تعاملت معكم؟ طبعا انا لما احضر المقابله من بدايه الصف بس اجيب على سؤالك، تقريبا الطلاب من اليوم الاول وهو امس جاءوا من الصباح للسفاره، دخلوا للسفاره بهدوء بدون اي مشاكل، كان موجود الطاقم الدبلوماسي الكامل سمحوا لهم بالدخول، بداوا عملوا لقطه الاحتجاجيه ولا توجد اي مشكله. طبعا السفير كان غير متواجد في السفاره، هذا الموضوع اللي لا يعرف احد، واتهام الطلاب انهم هددوا السفير او اعتدوا على السفير وهذا لم يحصل اطلاقا. طيب كيف نعم تقريبا الساعه 12 ظهرا جاء الامن والقوات الباكستانيه ورقه خطيه من سعاده السفير تطالبهم باخلاء السفاره باي وسيله كانت. طبعا كان الامن الباكستاني والقوات الباكستانيه بشكل عام كان تعاملهم راقي نوعا ما، كان في تفاهم والطلاب أنفسهم لم يقاوموا إطلاقاً، الأمن الباكستاني استجابوا فوراً. طيب هل لمستم أنتم من الجهات الباكستانية أن التوجيهات أو الطلب كان من قبل السفارة اليمنية؟ نعم أخي الكريم، أنا قرأت الورقة الخطية المختومة بختم السفارة من السفير شخصياً، قرأتها بنفسي ومسؤول على الكلام هذا، كان الخطاب نرجو من الجهات الباكستانية الأمنية بإخلاء السفارة فورا واتخاذ اللازم، باعتبار أن الطلاب أتوا لاحتلال السفارة، وكان لفظ احتلال أوكوبايد يعني كانت واضحة في الرسالة. طيب كم هي مدة الاحتجاز التي تعرض لها الطلبة؟ كيف تم إطلاق سراحهم بعد ذلك؟ بداية أمس كان الاحتجاز تقريبا نص ساعة بس أمام السفارة، كنا محتجزين 5 طلاب اللي كنا برا لم ندخل بعد السفاره، احتجزنا في ضد الامن لمده نصف ساعه. في اليوم التالي اللي هو اليوم تقريبا الساعه 11:30 ظهرا تم احتجازنا بدون سابق انذار، مباشره جاءت الاقدام العسكريه واخذونا 16 طالبا الى السجن، وتقريبا 6 ساعات او 5 ساعات و45 دقيقه بالضبط. ولا زال هناك طلاب محتجزون ام لا؟ لا حاليا لا يوجد اي طالب، الجميع تم الافراج عنهم قبل المغرب ولكن لم يستطيعوا العوده للسفاره. طيب بعض الطلاب راحوا الفنادق تقريبا.
يعني عندما تم الإفراج عن الطلاب، هل تم طلب منهم على توقيع أي أوراق أو تعهد أو ما شابه؟ نعم، مدير السجن تكلم مع الطلاب وأخذ صورهم وأرقامهم وجوازاتهم وكل البيانات اللازمة، وحطهم أمام خيارين: إما التوقيع على التعهد، والتعهد يعني أنه يخلو السفارة ولا يأتوا إطلاقا في أي وقت مشابهة أو احتجاج مشابه، أو الرفض، والرفض معناه أنه ينقلهم إلى سجن آخر وهو سجن راولبندي أو سجن مركزي راولبندي، يعتبر خارج عاصمة باكستان إسلام آباد. طيب الآن ما هي الأمور القادمة بالنسبة لكم؟ هل ستقومون بأي يعني خطوة مقبلة؟ طبعا الخطوات القادمة، الطلاب في مختلف المدن غاضبون جدا ويتوافدون الآن من مختلف المدن إلى العاصمة إسلام آباد، ونحن ننتظرهم في العاصمة، ولم نقرر حاليا ما هي الخطوات القادمة، ولكن يبدو أن هناك اعتصام، ولكن سيكون بعد أكبر، والطلاب متواجدين يعني بجهود وعزيمة أكثر. إذن أشكرك سياف عامر، أحد الطلاب الذين تم احتجازهم، كنت معنا عبر الهاتف من إسلام آباد. أعود إلى معاذ الصوفي من لاهور. معاذ، أنت تتحدث من لاهور الآن، هناك كما تحدثت مسافات بعيدة بين هذه المدن وبين العاصمة، هناك خطوات تريدون القيام بها، كيف هو الأمر بالنسبة لكم أنتم طلاب في باكستان للحضور إلى عاصمة البلاد لتسلم المستحقات؟ هل تعانون من هذه الإشكالية أم أن الأمر متيسر بشكل عام؟ بالنسبة لتسلم المستحقات لا يوجد إشكالية، يعني هو في السابق كان يتم إرسال الكشوفات إلى المدن، لكن الآن لا توجد مستحقات أو لا توجد حتى بوادر بصرف مستحقات، يعني حتى المذكرات، أنت لو تشوف اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج عملت بيان قبل يومين ضمنت فيه كل الوعود التي تلقيناها من الحكومة ومن اللجنة المشكلة من قبل، يعني ما يقارب 32 وعد خلال شهرين، سنصرف غدا، سنصرف الأسبوع القادم، سنصرف الأسبوع اللي بعده، وهكذا مجرد وعود. لذلك لماذا تحرك الطلاب إلى باكستان للاعتصام؟ لماذا تحرك الطلاب في المغرب إلى الاعتصام؟ لماذا تحرك الطلاب في المجر في تونس إلى الاعتصام؟ نتيجة لهذه الوعود الوهمية. نتيجة لهذه الوعود. لذلك هم قرروا إنه الاحتجاج هو الوسيلة الوحيدة. لكن كما قال الأخ سياف الآن، إنه السفير مصر على إنه لا يقام أي احتجاج ولا أي مطالبة بالمستحقات، وإنه أعطى الأمن الباكستاني التصرف الكامل مع الطلاب، من طلق نار، من سجن، من أي شيء، يعني التصرف الكامل مطلق. نحن الآن لم تعد قضية طلاب باكستان لأنفسهم، الآن تعد قضية المطالبة بالحقوق بشكل عام بالنسبة للشعب اليمني بشكل عام. فكرة الشعب اليمني عن حقيتهم بالمطالبة بحقوقهم أين ما كانت وكيف ما كانت، داخل البلد، خارج البلد، كيف ما كان، هم الآن يريدون من السلطة، ماذا يريد السفير؟ يريد أن يقمع هذه الاحتجاجات، أن يقول أنتم لا لكم صوت، نحن المسؤولين، نحن الذين ننفذ، وأنتم فقط تستمعون، ليس لكم أي دور. والآن طلاب باكستان يريدوا أن يكسروا هذه النظرية أن الشعب هو صاحب الحق والمواطن هو صاحب الحق، وإنه من حقنا أن نطالب، ولا يحق لأحد أن يقمعنا أو أن يسكتنا بقوة أو بغيرها. طيب في المقابل معاذ، هل قمتم ب يعني هذه الإجراءات التي قمتم بها، على ما استندتم في تنفيذها؟ هل كانت إجراءات يعني ذاتية سلمية، أم أن هناك نوع من الخطوات القانونية التي يعني تعاملتم وفقا لها؟ يعني هناك قانون في باكستان، هل تجاوزتم أي قانون في عملية الاعتصام التي قمتم بها أو التي تنوون باتخاذها؟ لم نتجاوز أي قانون في باكستان. في باكستان الاعتصامات مسموحة، الناس يعتصموا في كل مكان، كل يوم نخرج بشارع والناس معتصمين ورافعين شعاراتهم ويطالبوا بحقوقهم. باكستان دولة جمهورية وتسمح بالاعتصامات، هذا شيء. الشيء الثاني إنه الاعتصامات في كل البلدان، كانت في السفارات، أقيمت في كل البلدان، في معتصمين عددهم لحد الآن، وأنا أكلمك الآن، زملاءنا في المغرب، زملاءنا في المجر، معتصمين في السفارات، وربما تركيا تعتصم في الأسبوع القادم، غدا أو بعد غدا. طبعا هو السفارة، لماذا تهدف السفارة بضربها في الطلاب في باكستان وإهانتهم وسحبهم؟ لقمع بقية الطلاب في كل دول العالم أنهم لا يطالبوا بمستحقاتهم.
يعني هم مسألة، هم وجهة نظرهم أبعد من أنه طلاب باكستان أو من أنهم ينسحبوا طلاب باكستان. لذلك نحن هنا في باكستان يعني سنحدد موقف وسنتخذ خطوات قادمة إن شاء الله. الطلاب الآن يعني يشعروا بغضب عارم في كل المدن، وبعضهم بيتحركوا الآن وبعضهم بيتحركوا بعد قليل إلى السفارة ليقف هذا العبث. يعني ما حدث يعني أنا لم أصدقه للآن، يعني شيء مرعب. طيب، هناك حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لإقالة السفير، هذه الحملة هل انطلقت بعد احتجاز الطلاب أم هل جاءت بناء على ما قام به السفير حسب كلام الطلاب من المطالبة من قبل السلطات الباكستانية باحتجاز الطلاب وفض اعتصامه؟ بالطبع، طبعا بدأت الحملة الإلكترونية، كنا أولا ننشر داخل الجروب، جروب معنا جروب اتحاد الطلاب الباكستان الخاص بطلاب باكستان، جروب مغلق ما فيش فيه الا احنا الطلاب الموجودين في باكستان. بدانا ننشر، كنا نكتب عن انه يعني ما لا يصير هذا، انه الطلاب يظلوا خارج السفاره وانه ما ينفعش وانه يعطيهم الامن. لكن السفير لم يتفهم، فنقلنا الحمله الى صفحاتنا. يعني بدانا بالحمله يمكن 3 أشخاص 4 أشخاص من وأنا والطلاب المعتصمين، لأنه لما أخرجوهم إلى الشارع يعني ما فيش أماكن يشحنوا فيها ولا في أماكن يشتغلوا أجهزتهم وتلفون، فكنت أشتغل فيها أنا لوحدي، ودخلت مع أتكلم مع زملائي شباب 15 يناير وكل الناشطين والإعلاميين، دخلت للجميع على الخاص، كلمت لهم، أرسلت لهم بالصور، قلت لهم هذا اللي حاصل، قفوا معنا. فالحمد لله انه نسبة الوعي في اليمن زادت بشكل كبير من 2011 الى الان، هذا شيء مبهج واسعدني جدا، هذا التفاعل الغير عادي الذي لم اكن اتوقعه اسعدني جدا، واشعر ان اليمن ان شاء الله تتحسن، وبدات بطريقه تلقائيه، يعني بدون اي ترتيب، حتى بدون اي ترتيب من لجنه اعلاميه. لكن الآن بعض يريدوا أن إفشال الحملة بتسييسها، وكل حزب يريد أن يسيسها على ما هو، لكن نقول لهؤلاء توقفوا، في أمامنا قضية حقوقية، طلاب يمنيين أهينوا، سحبوا، تبهذلوا من قوات أجنبية بأوامر من سفارة، من سفير يمني، هذا يجب أن نقول له لا، مهما كان السفير، يعني لو حتى لو أخي، حتى لو أبي، أنا يجب أن أوقفه في هذا التصرف الخاطئ، لانه هذه تنعكس علي. يعني ممكن شخص اخر بيجي في اليوم الثاني معه مشكله مع سفاره باخرى، لن يستطيع ان يقول السفير ظلمنا، السفير اخذ حقي، لانه خلاص اي واحد بيروح يعتصم امام السفاره ياخذ الامر. يعني اذا كان كمان، طبعا اريد ان اوجه رساله هنا الى وزير الخارجيه، اذا كان الذي حصل هو بضوء اخضر من السفاره، طالما لم يقل بضوء اخضر من وزاره الخارجيه، طالما حتى الان لم نجد موقف واضح باقاله السفير، فان الحمله ستكون في اليوم التالي ضد وزاره الخارجيه مباشره، ضد رئيس وزير الخارجيه، لانه بمعنى صمته ودعمه للسفير يعني انه داعم لهذه التوجهات. طيب، يعني هو يجب التوضيح هنا، يجب التوضيح هنا معاذ، ان هناك خبر بتوجيه لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه عبد الملك المخلافي اليوم للسفير، كان باطلاق سراح الطلاب الموقوفون، وايضا بشكل غير مشروط طبعا دون قيد او شرط، وكذلك بالتحقيق في الحادثه، لكن كما طرحت انت من الذي سيقوم بالتحقيق ليس الامر واضح. دعنا نشرك معنا في النقاش رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بالمانيا عبد الحميد المحفدي. مساء الخير عبد الحميد. مساء النور والعافيه. عبد الحميد، انت تنضم لنا من هانوفر، تحدثت عن إذا ما تحدثنا عن إشكالية الطلبة بشكل عام، هناك الكثير ممن اعتصم خلال الفترة الماضية الطويلة منذ أن تم إيقاف صرف المستحقات. في ألمانيا كان هناك نموذج مختلف ربما، حدثنا أكثر عن كيف تم التعامل معكم في ألمانيا. في البداية أشكركم على الاستضافة، وطبعا احنا قد كنا ظهرنا معكم في لقاء تلفزيوني سابق. صحيح. في نهاية شهر نوفمبر، حيث أعلننا بالتنسيق مع كثير من الاتحادات على مستوى العالم بدء التصعيد نتيجة لوقف
التعسفي للطلاب والوقف مستحقاتهم المالية. احنا في ألمانيا بدأنا اعتصامنا في 25 نوفمبر. الصراحة كان تجاوب السفارة إيجابي، لم يكن هناك أي وجود لمثل هذا التعسفات الذي رأيناها اليوم في دولة باكستان للأسف الشديد. والصراحة انتهى المطاف، وأنه السفير اليمني الدكتور يحيى الشعيبي تتجلى الدبلوماسية اليمنية بروعتها وبأناقتها في هذا الرجل الذي استطاع أن يقنع الجهات الألمانية بأن تدفع مستحقات المالية لربع كامل للطلاب اليمنيين. فصراحة هذا النموذج يعني يستحق الشكر والتقدير، وتعاونه وتجاوبه مع الاتحاد ومع الطلاب ومع البابلومين ومع المسقطين تعسفا في الكشوفات الماضية كان تعامل إيجابي. والصراحة احنا الآن نعمل مع السفارة كيد واحدة، ونتمنى من بقية السفارات أن تحضر هذه السفارة وأن تكون في صف الطالب وليس في يعني في صف مضاد للطالب. طيب حتى أفهم يعني الأمر، حتى نفهم الأمر بشكل أكبر، هل وصلت أي مستحقات مالية من قبل الحكومة اليمنية إلى سفارة ألمانيا بخصوص الطلبة، أم فقط ما حدث هو تفاهم من قبل السفير مع الجهات الألمانية لتبني وصرف مستحقاتكم المالية؟ طبعا هو الاعتصام كان موجود بغرض صرف المستحقات المالية للربع الرابع، وبحكم أن احنا كنا في نهاية فترة الربع الرابع، يعني كنا في بداية شهر ديسمبر إلى منتصفه، فكنا في نهاية الربع الرابع، فتدخل الجهة الألمانية كان لسداد الربع الرابع. فعندما جاء الربع الرابع من حكومة عدن وتمت الصرف للطلاب على أساس أنه ربع أول، وبذلك حلت مشكلة ألمانيا حل جذري، بمعنى أنه الطلاب الآن استلموا الربع الرابع من الجهة الألمانية واستلموا الربع الأول من الحكومة الشرعية. الربع الأول لعام 2016 أم عام 2017؟ 2017. تمام. طيب. يعني الآن الطلاب يستطيعون الدراسة ومواصلة دراستهم بدون أي ضغوط مالية، مستحقاتهم المالية للثلاث الأشهر القادمة موجودة الآن في حساباتهم الشخصية. هل يعني هناك تطمينات بأن الأمر سيستمر إلى المستقبل كذلك؟ هو السؤال الآن، الحكومة لحد الآن هي لم تحل المشكلة، الذي حلها هي دبلوماسية السفير والاعتصام الذي قام بها الاتحاد والضغط ورفع صور الاعتصامات للجهات الألمانية وتعاون الجهات الألمانية مع السفارة ومع الاتحاد. فصراحة يعني بتكون كارثة لو أن الحكومة في الربع القادم أنها ما تسلم في مستحقات الطلاب بعد تأخرها لمدة ربع كامل. يعني إحنا الآن لما نتكلم عن الربع الأول هو في اعتبار الحكومة الشرعية على أساس أنه ربع رابع. فأتمنى أنه ما تحدثش المشكلة، مع أنه الآن الحل موجود وقد حل تم الحل، فنتمنى أنه تظل الحكومة يعني تراعي ظروف الطلاب وأنها تستمر يعني في صرف مستحقات الطلاب على ما هو مطلوب منها. طيب عبد الحميد، يعني هناك لجنة تنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، ربما أن تكون أحد أعضائها هناك، هذه الحادثة التي وصلت للطلبة في باكستان، ما هو رأيك بما حدث؟ وما هو رأي هذه اللجنة بما يحدث للطلاب في باكستان؟ الصراحة قلبي موجوع ومفجوع من الحادثة الذي شفناها اليوم. يعني أنا لا يمكن أن أتخيل أنه سفير ممثل للجمهورية اليمنية وللدولة المدنية التي ينشدها هؤلاء الطلاب يقوم باستدعاء الشرطة لكي يزج بهم في السجن. هذا الجريمة التي بحق الطلاب الذين التجأوا إليه للسفارة وعلقوا آمالهم به لكي يوصل مشكلاتهم للجهات المسؤولة لا أكثر ولا أقل، هم طالبوه بس برفع مشكلاتهم وحل مشكلتهم الموجودة. يعني الآن الطلاب لهم 4 أشهر بدون أي مستحقات مالية، يعني من العيب أنه يأتي دبلوماسي يمني ويطلب الشرطة ويزج بهؤلاء الطلاب في السجن. ما عايقول هذا السفير لأمهات وآباء هؤلاء الطلاب، ما عايقول يعني لبقية الطلاب الذي هم معولين عليه على أساس أنه يحل مشكلاتهم. هذا الحادثة إن مرت مرور الكرام دون حساب أو عقاب
فإنها سوف تكون وصمة عار في جبين الدبلوماسية اليمنية إلى الأبد. طيب أشكرك عبد الحميد المحفدي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بألمانيا، كنت معنا عبر الهاتف من هانوفر. قبل أن أسألك عن رأيك بما حدث من نموذج للتعامل معاذ في ألمانيا، سنذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، بعده نستكمل الحوار في هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستكمل الحوار حول الواقعة التي حدثت للطلبة اليمنيين المبتعثين في باكستان. نستكمل الحوار معك معاذ الصوفي، تنضم لنا من لاهور عبر السكايب. هذا النموذج الذي حدث في ألمانيا هو نموذج يعني يحترم، يجب أن يفكر بأن ينسخ. هل من مبادرات قدمتموها أنتم كطلاب؟ لأن هناك صعوبات مالية تواجهها الحكومة اليمنية كما يتحدث الكثير من المسؤولين، هل من حلول مبتكرة تم وضعها أو تم اقتراحها على الجهات المختصة أو تم التفكير بها من قبل المسؤولين هناك؟ طبعا شكرا للأخ عبد الحميد وتعاونه، احنا بنشتغل مع بعض في اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، هي اللي نظمت ودعت لكل هذه الاعصامات والتي تنسق بشكل جيد لإقامة هذه الاعتصامات في كل الدول. كنت أود أن أشكر السفير محمد المطهر العشبي في سفيرنا في باكستان، كما شكر الأخ عبد اللطيف السفير يحيى الشعيبي في ألمانيا، لكن للأسف سفيرنا طرح نفسه في الوسط وطرح نفسه طرف، وهو أصلا ليس طرف. الطلاب طلعوا يطالبوا مستحقاتهم من اللجنة المشكلة من قبل فخامة رئيس الجمهورية و من قبل وزارة التعليم العالي، والسفارة فقط هي أداة يتجمعوا فيها لإيصال أصواتهم إلى الداخل. طبعا نحن المقترحات اللي قدمناها هنا في باكستان، طبعا نحن كان المفترض أن نعتصم قبل شهرين بنفس الفترة التي اعتصمت فيها ألمانيا وروسيا وماليزيا، لكننا فضلنا أننا نتواصل مع السفارة ونعطي السفارة وقت كامل أنها تتابع المستحقات في الداخل. يعني أعطينا السفارة لحد الآن 3 أشهر لتتابع المستحقات، يعني عشان ما يقولوش بالسفارة أن احنا بنضغط عليهم وأن احنا بندور مشاكل. بعد ثلاثة أشهر من المتابعة ومن الوعود الوهمية والضائعة، قرر الطلاب أنهم ينتقلوا إلى السفارة، وحتى الآن وبعد هذا كله لا توجد أي بوادر. يعني بالنسبة لما ذكرت قبل الفاصل عن التصريح اللي من وزارة الخارجية اليمنية، من وزارة الخارجية اليمنية اللي هي بخصوص إطلاق سراح الطلاب، أتى التوجيه منقوص. أولا إطلاق سراح الطلاب ولم تذكر موضوع فتح السفارة لهم للاعتصام كما حصل في روسيا. في روسيا كان السفير بدأ أغلق باب السفارة، كتب الناشطين، كتب الأخ أستاذ خالد الرويشان، دخل عبد الملك المخلافي، اتصل بالسفير وأبلغهم بتوجيه يجب أن تفتحوا السفارة للطلاب. ما حصل في باكستان حصل العكس، حصل أنه الطلاب اعتصموا، تم زقهم بالسجن، يأتي التصريح من عبد الملك المخلافي بإطلاق السجناء، بإطلاق الطلاب من السجن، وبعدين إلى أين يذهبون؟ هل مسموح لهم بأنهم يعتصموا ويطالبوا بمستحقاتهم أم ماذا؟ متى ستتحول الفلوس؟ كل هذه الأمور مقولة. يعني الطلاب الآن طلعوا واستجنوا، الآن يريدوهم أن ينزلوا هكذا صفر اليدين. من غير معقول أن الطلاب يقبلوا أنهم يطلعوا ويسجنوا بعد كل هذه الإهانات، بعد كل هذه السحببة، بعد تعرضهم لكل هذه الاكسبيرينس بالسجن وهنا وهنا وهنا، وفي الأخير ينزلوا صفر اليدين. يعني لا وعود حقيقية جادة، لا اعتذار. يا رجال لم يقدم السفير أي اعتذار، رفض عادوا لحد الآن، يرفض أن يقابلهم ويقول لهم يعني لو تعملوا ما تعملوا مستحيل تدخلوا السفارة. ما هذا يا رجل؟ نحن أخوان، يعني أنت بمقام سفير، بمقام أبونا، بمقام أخونا الكبير، يجب أن تتخاطب مع الطلاب بلغة لينة، بلغة رقيقة،
نتفق مع بعض احنا والسفاره على آلية واضحه لمتابعه المستحقات، وعمل جدول زمني لانه كيف نتابع الحكومه والجهات المعنيه. اما طيب. هكذا فهو يرمي بهم للشارع. في ملاحظه اخرى بماليزيا، يعني في المانيا ذكر الاخ عبد اللطيف انه الطلاب مثلا هنا في باكستان لهم 4 أشهر، لا الطلاب لهم اكثر من لهم 8 أشهر. يعني الان الطلاب في المانيا استلموا الربع الاول من 2017، تخيل في طلاب في باكستان اخر ربع استلموه كان الربع الثاني، طلاب من الربع الثاني من 2016، يعني من شهر 4 2016 الى شهر يناير 2017 لم يستلموا فلس واحد، وفي الاخير عندما قدموا يطالبوا بمستحقاتهم زق بهم في السجون، وبعد فوق هذا كله يقول لك لا انت غلطان. طيب معاذ، حدثنا عن عدد الطلاب المتواجدين في باكستان بشكل عام، هل هناك مخاوف او هل حدث نوع من التهديد من الجامعات بالفصل او يعني نوع من المعاملة السيئة من قبل الجهات الباكستانية حتى نفهم الوضع بشكل اكبر؟ بالنسبة للموضوع السفارة وموضوع الجامعات والرسوم الدراسية، طبعا هذه مشكلة في باكستان، لا يوجد رسوم دراسية، الطلاب لهم يعني أكثر من 6 سنوات وهم يطالبوا سفارتنا في إسلام أباد بعمل مذكرات إلى وزارة التعليم العالي لإدراج الرسوم في قائمة التعليم العالي، لكنهم لا جديد بلا رسوم. يعني تخيل بقول لك شيء، انه الطلاب هنا في جامعه اليو اي تي يجي اتصال من السفاره الى القبول والتسجيل في الجامعات، يقولوا لهم بالحرف الواحد رساله ومذكره كمان انه بلدنا في احسن حال، انه اليمن في احسن حال، وان عليكم ان تجمعوا رسوم التسجيل من الطلاب لانهم قادرين، ما اتوا الى باكستان الا وهم قادرين على دفع الرسوم، ولا تصدقوا اي اعذار لهم. يعني بدل من ان تجي تقول لهم تعمل مذكرة إنه الطلاب بلدنا الآن تمر بظروف صعبة ويجب مراعاة أوضاع الطلاب، كما أنت شايف يعني الوضع مزري هنا. يعني من الملاحظ أن يعني من خلال ما تحدثت فيه معاذ، من الملاحظ أن المشكلة متراكمة مركبة بشكل ويعني بشكل كبير، هناك الكثير من الإشكالات ما يخص منها وزارة التعليم العالي، حتى من يتواجد في صنعاء وعدم إرسالهم للمستحقات المالية وتملصهم من مسؤولية ذلك. وهناك أمر آخر فيما يتعلق بأن هناك الكثير من الملح المالية التي تعطى لوزارة التعليم العالي بخصوص الطلاب اليمنيين المبتعثين إلى الخارج، وهناك أرقام بمئات آلاف الدولارات، ويعني هناك الكثير من التساؤلات حول أين تذهب هذه الأموال. لكن في مجمل الأمر الآن في باكستان، هل الظروف مواتية لاستمرار عملية الدراسة بالنسبة للطلاب؟ كيف هي يعني ما هي بقية المصاعب المتواجدة لكم؟ إطلاقا الظروف ليست مواتية بصراحة، يعني صراحة نحن عشان ننظم لهذا الاعتصام، نجمع فلوس للطلاب يطلعوا إلى السفارة يعتصموا، أخذت مننا 3 أشهر. الطلاب هنا في باكستان يعني 10 دولار مش قادر الطالب يوفر 10 دولار، يعني وضعهم يعني صعب للغاية مزري، فقط يعني خوفا على الأهالي في اليمن، لأنهم عارفين إنه في اليمن ما فيش مرتبات ما فيش كذا، فتجد الطالب اليمني ما يقدرش يكتب على حائطه كي لا يؤثر على أهله في اليمن. الوضع صعب للغاية، في حين أن السفارة لا تقدم أي مساعدة، طلاب تواصلوا مع السفارة نريد سلفة، رفضت السفارة. طالب يمني هنا بنته فصلت من المدرسة بسبب فلوس، تقدم إلى السفارة قالوا له السفارة سفر بجهالك اليمن، روح بهم اليمن، ما احناش قادرين نجيب لك أي شيء. يعني السفارة مغلقة كل أبوابها على الطلاب وراميهم هناك، وفوق هذا كله بالأخير بعد 8 أشهر يحصل ما يحصل، ويزق بالطلاب إلى السجن، ومش كذا وبس، والسفير يتحدى كمان أي طالب سيقرب من بوابة السفارة أنه سيكون مصيره التغييب داخل السجون الباكستانية. طيب الآن بشكل عام الطلاب اليمنيين هناك في باكستان جميعهم تقول أنهم لم يستلموا منذ الربع الثاني للعام الدراسي، يعني للعام 2016، أم أن هناك البعض من تسلم وبقي له الربع الأخير فقط؟ بعض الطلاب تسلموا الربع الثاني فقط، وبعض الطلاب تسلموا الربع الثالث فقط. لماذا حدث ذلك؟
لماذا حدث أن هناك من تسلم وهناك من لم يستلم؟ هل هناك نوع من التفرقة في التخصصات أم ماذا؟ هذه طبعا هذه المشكلة اللي أبلتنا فيها الميليشيا في صنعاء، عملت مشاكل، راكمت مشاكل يعني إلى لن تنتهي حلولها. طبعا نزلوا، ما هي هذه المشاكل معاذ؟ ما هي هذه المشاكل التي تقصدها؟ أنها بدأت بتنزيل طلاب، تنزيل طلاب من كشوفة المستحقات. يعني طالب تبقى له سنة يأتي أمر من صنعاء بتنزيله من المستحقات وبأنه توقف. طالب باقي له سنة عشان يتخرج يتم توقيفه، هكذا عشوائي يعني. وربما كانت هذا الأمر بتوقيف بعض الطلاب المنح لإدخال أسماء جديدة تبعهم في كشوفات التعليم العالي. طيب الآن هناك أوضاع كثيرة للطلاب، أيضا تحدثت أنت عن عدد من الدول التي لم يتسلموا بعد مستحقاتهم، من ضمنها المغرب، هناك ربما القاهرة أو مصر أيضا. بشكل عام هل هناك خطوات منسقة بينكم وبين الطلبة هناك عبر اللجنة الموحدة للطلاب اليمنيين في الخارج لعمل احتجاجات متزامنة أو يعني فعاليات متزامنة في ذات الوقت في عدد من يعني بقاع العالم حتى تصل الرسائل بشكل واضح بالنسبة للجهات المختصة؟ طبعا نحن في اللجنة التنسيقية للطلاب اليمن في الخارج متواصلين بشكل مستمر مع كل الطلاب، مع ممثلي الطلاب في كل الدول، ولدينا برنامج زمني للترتيب الفعاليات والاحتجاجات والوقفات في كل الدول. يعني كان الأفضل لها أن تأتي بشكل تراتبي، دولة بعد أخرى دولة بعد أخرى. يعني قلنا في حالة أنه تم الصرف للكل سنوفر العناء على بقية الدول. يعني كان فكرة اعتصام روسيا وألمانيا وماليزيا أنه إذا قامت هذه الدول بالاعتصام وتم الصرف لجميع الطلاب انه نكف العناء عن بقيه الدول الاخرى، لكن يبدو انه لا يتم الصرف الا للبلد التي يعتصم الطلاب فيها، ويعني تتعامل البلد يعني تتعامل الحكومه مع الجانب الاعلامي فقط، اين ما في شو ميديا اعلام تتوجه الحكومه لحل هذه المشكله. لا يوجد استراتيجيه متكامله، لا يوجد استراتيجية متكاملة لدى الحكومة بحل مشكلة الطلاب. حتى الآن الطلاب في ألمانيا الآن سيصطدمون في الربع الثاني بمشكلة الربع الثاني في 2017. لا يوجد لدى الحكومة أي خطة مكتملة عن كيفية صرف المستحقات للطلاب في العالم. طيب هنا أيضا تجدر الإشارة إلى أنه يعني أعيد التذكير بأننا حاولنا أن نتواصل مع السفير اليمني في باكستان أو أي أحد من أعضاء السفارة هناك ولم يستجيب لطلبنا بالظهور في هذه الحلقة للتناقش حول ما دار، وكذلك الجهات المختصة من قبل وزارة الخارجية. بهذا معاذ نصل إلى ختام هذه الحلقة من المساء اليمني، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا، كنت انضميت لنا من لاهور. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، على أمل أن تحل هذه الإشكالية بالنسبة لجميع الطلاب وبشكل لا يعطي إشكاليات في المستقبل. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني، إلى اللقاء.